بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضراتكم. ان شاء الله اسبوع جديد من البريم، والنهارده هيكون معاكم كابتن محمود ابو الدهب ان شاء الله كده، والحديث عن مباراه الاهلي وفوزه وصعوده للدور قبل النهائي. كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي وايضا يعني كل الفرق المصريه في بطولات افريقيا. برحب بالكابتن ابو الدهب نجمنا النهارده. كابتن ابو الدهب تحياتي ليك حبيبي يا رؤى. مبارك ايه؟ الحمد لله. كله مبروك للنادي الاهلي. طبعا مبروك للنادي الاهلي فاروق على الفوز الكبير ده. يمكن كمان ان النادي الاهلي خلص المباراه من هناك. دي حقيقة، دي أداء كان أهم حاجة طبعا. أنت طبعا لعيب كبير وعارف أن النادي الأهلي بيلعب على المكسب دايما، فكسب المباراة الأولى أكيد بيخلص المباراة من بدايتها. فالنهاردة كان المباراة بتاعت أول امبارح كان تحصيل حاصل. لا بيلعب بمزاج، اللعيبة كلها فايقة، أدوا بشكل جيد، ضيعوا فرص كتير جدا. يمكن كولر مصمم على إشراك مودست، لكن في النهاية الأهلي حقق ما أراده وكسب 2-0 وقدر يصعد للدور قبل النهائي. ان شاء الله يتوج بالبطوله باذن الله. طيب يعني خليني بس اقول لك، ماتش الاهلي هيا وسيمبا بيدي انطباع للنادي الاهلي بخبراته وفوزه على سيمبا الحقيقه بالنتيجه دي كمان، بيقول ان حتى لو الاهلي ممكن مش في حالته بيقدر يكسب، بيقدر يعدي اللقاء بالشكل اللي هو عايزه. ما دي ميزه كمان يا فاروق، ان انت ما تحاولش تستفز النادي الاهلي بتصريحات، او ان انت الناس كان كتير بتقول ان سيمبا بيأدي باداء جيد ويقدر يكسب المباراه بسهوله. فريق كويس حقيقه برضو، عشان ده حاجه كويسه، لان لعيبه الاهلي بتركز، ويمكن الحاجات دي بتستفزهم جامد في الملعب، فاللعيبه بتأدي بشكل جيد. وده اللي احنا قلناه، ان عندك الاهلي كسب 1-0 هناك بهدف كوكا وقدر يكسب هنا 2-0، ويمكن اضاع كتير جدا او اضاع بشكل يعني فرص كتيره جدا في المباراه. لكن انا كان تحس ان الاهلي بيلعب براحه نفسيه، مفيش ضغط، مفيش يعني، مش عايز اقول ان النادي الاهلي مضغوط، لكن النادي الاهلي قدر يكسب بشكل كويس. يمكن كولر كمان عامل حاجه كويسه، يعني مثبت التشكيل بشكل كبير. يعني بنشوف علي معلول موجود، رامي ربيعه اللي بعتبره صمام امان النادي الاهلي بيأدي بشكل جيد بقاله فتره، محمد عبد المنعم اللي يعني بيزيد نضج يوم عن يوم، محمد هاني يمكن هو محمد هاني بس شويه ماتش حبه فوق وحبه تحت يا فاروق. لكن انت لازم تتكلم على النادي الاهلي في النهايه، انت عملت شيء ان انت وصلت للدور. فكره تثبيت التشكيل كان قبل كده كولر كابتن ابو الدهب، يعني بتلاقي دايما في تغييرات وروتيشن في بدايه السنه، الموضوع ده بقى قليل قوي بالنسبه له، لانه هل وصل خلاص للمنطقه اللي هو عايزها، اللعيبه اللي هو عايزها، الشكل اللي هو بيلعب بيه بشكل لا دايما. هو بص يا فاروق، يمكن هو في الدوري الممتاز بيعمل روتيشن وبيغير اللعيبه اللي هو عاوزها، وده اللي احنا شفناه. يمكن انا قلت قبل كده ان هو ما بيديش اهميه للدوري الممتاز بشكل كبير، لكن هو مثبت التيم في افريقيا. يمكن انت حسين الشحات عنده بصفه اساسيه، بيرستاو وانا بايده تماما، ان هو بيرستاو بعيد عن مستواه الفتره اللي فاتت، والنهارده بدا برضا سليم ادى بشكل جيد. يعني مودس مصمم وعنده اصرار، وانا بقول لك الحقيقه يمكن من الماتشات اللي انا شفته عجبك المره دي يعني؟ بصراحه عجبني. نعم، نقول اللي علينا ولا علينا. لا الجديد اللي اضاف ليه للمركز، لا مش جديد، او لمكانه ابتدى يتحرك، ابتدى يخش في سون، بس ما بيلاقيش المعاونه فاروق، ان انت من الكروسات، يعني انت محمد هاني ما فيش كروسات من محمد هاني، من علي معلول مصمم انت تلعب الكره على الارض او للراجل اللي جاي من تحت. الراجل ابتدى يمكن عمل اسيست كويس او سند الكوره للجون اللي جاب بتاع عمر السليه، يمكن عملها له بشكل كويس جدا. لكن خليني اقول لك ان مودست ابتدى يتحرك بشكل هو الراجل برضه جاله احرز هدف بس اوفسايد، دي كانت فرقت معاه يعني كمان في الماتش. لا كانت هتفرق معاه بشكل كبير جدا وهتديله الثقه، يعني حتى هو كان فرحان قوي يعني بصراحه. عارف انت لما تبقى فرود ما بيجيبش جوان فاكيد بيبقى نفسه. طب بالنسبه لك كابتن ابو الدهب، برضه انت كنت قاسي شويه على مودست في الفتره اللي فاتت، لا لما هل دي بدايه ليه؟ ممكن بقى الفتره اللي جايه المستوى يختلف، ولا شكل اداء مودست يعني ما بعدش عن الاداء في الفتره اللي فاتت، ولكن طبعا ممكن يكون فاق شويه في لا انا يمكن انا شايف لما بينزل كهربا بتلاقي اللعيبه بتشغله بشكل كويس اكتر من مودست. طبعا، وانت كنت كلاعب كوره بتحس وده معناته ايه بالنسبه لك؟ ما انا مش اقول لك معناته ايه بالنسبه لي، يعني انا شايف ان اللعيبه لما كهربا بينزل او وفشه بينزل واخدين عليه قصدك، واخدين عليه او فيها فاهمين بعض بشكل كبير. لكن انا 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 لو بلعب في الملعب اللعيبه لازم تشيل مودس، يعني النهارده لازم يدوا له كوره كتير، يلعبوا له كروسات كتير. هو خامه كويسه على فكره، لكن انا لما بقول لك ان مودس يبقى كويس هقول كويس،
لكن لو وحش اقول له وحش. مش معنى كده ان مودست هو الفرود اللي الاهلي منتظره او جماهير النادي الاهلي منتظراه، لكن هو في المباراه دي تحديدا لا كان بيتحرك، ويمكن انت قلت كمان ان هو جاب جون واتلغى، لكن هو بيتحرك بشكل كويس، بيباصي ما عندوش انانيه، بيباصي للراجل اللي تحت، بيأدي بشكل محترم. خط وسط النادي الاهلي حقيقه كابتن ابو الدهب، يعني انا وجود السوليه كمان وتالقه في الفتره دي وتالقه بالذات في ماتش سامبل الحقيقه بيدي كده بوادر للتجديد للسوليه ولا لا؟ السوليه لا، السوليه لعيب كبير جدا على فاروق، وعمل اتزان لخط وسط النادي الاهلي، بيكمل ورا، بيعمل اسيست، بيكمل، تحس انه قائد، وانا اتكلمت عليه بشكل كبير. كوكا لسه صغير، كوكا الراجل بيديله بيعتمد عليه، لكن انا بكلمك على السوليه. السوليه لا غنى عنه في النادي الاهلي، سواء تجدد له سنه تجدد له سنتين، لازم يبقى موجود الفتره الجايه، لانه لعيب كبير ولعيب يقدر يبقى رمانه ميزان في النادي الاهلي اللي انت مفتقدها. النادي الاهلي دايما يا فاروق لازم يبقى في صانع العاب، يبقى في ربط بين الدفاع والهجوم في الحته دي، لازم يكون عندك في المنطقه دي السوليه. بس يعني انت عندك ديانج لسه هيرجع، انت عندك ديانج وعندك مين، امام عاشور وامام موجود، وانت عندك النادي الاهلي مصاب، عندك لعيبه مصابه كتير يا فاروق في النادي الاهلي النهارده كمان. تخيل وانت بتتكلم على خط وسط الاهلي في التوقيت ده، بوجود كوكا، بوجود السوليه، بوجود مروان، عندك نيدفيد كمان ما ننساهوش. ما انت عندك نيدفيد وعندك اكرم توفيق، واكرم توفيق في حاله وجوده في المنطقه دي كمان. تخيل وسط النادي الاهلي مليء بالاسماء دي بما فيهم ديانج وامام عاشور اللي بره كمان. انت النادي الاهلي دايما، انت لما كنت بتسالني بقول لك النادي الاهلي ما بتاثرش بغياب لعيب، وده حقيقه. لان انت شوف انت بتعد كم واحد في نص الملعب، بتتكلم على سوليه، ما بتتكلم على مروان عطيه، امام عاشور، ديانج لما يرجع بالسلامه، يعني عندك لا عندك كتير، عندك اكرم توفيق ممكن يلعبها لك، عندك في الناحيه اليمين بتتكلم على كريم فؤاد، ممكن بكرايت، محمد هاني، اكرم توفيق يلعبها لك، الناحيه الثانيه برضه نفس الموضوع. فانت عندك في كل مركز اثنين وثلاثه واربعه، بس محتاجين الاستمراريه في المشاركه. النهارده في لعيبه ممكن تقعد، النهارده بتشارك في افريقيا بلعيبه او بتشارك ببعض اللاعبين وتقعدوا وتلعبهم في الدوري الممتاز، اللي انت مش محتاج ان انت تريح بعض اللاعبين الدوليين، هم دول اللي محتاج ان انت يشاركوا بشكل اساسي. لكن خليني اقول لك يمكن مصطفى شوبير، يعني لازم تتكلم على مصطفى. انا كنا يعني كنت هرجع لك للماتش الحقيقه بفكره التشكيله نفسها، وبدايه من شوبير الحقيقه وتالقه الحقيقه في كوره في الماتش هي نقطه تحول الحقيقه، اللي هو صدها على مرتين. على مرتين. لا ده بص، ما انا قلت لك يا فاروق دايما الجون، يعني مصطفى شوبير مش عايزين نتكلم يا ربنا يحفظ اللي محميه، لا واضح انه يعني كان بيتمرن كويس، مركز، حتى لما وقف يعني واقف بشكل جدي، بيتحرك بشكل جدي، عنده رد فعل كمان كويس يا فاروق، يعني حتى الكوره اللي بيصدها بيقوم وعنده رد فعل، النهارده اترمى عليها وطلعها وبعدين بيقوم تاني وبيطلعها برجله، لا تحس ان جون مركز. وده انا بقولها لك يمكن من الاجوان اللي هتفرق مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه، وهتبقى في منافسه بينه وبين محمد الشناوي لما يرجع. ما تقوليش بقى ان محمد الشناوي رقم واحد ورقم اثنين، لكن هو الشناوي ابتدى يتمرن، خلي بالك. ها ما دي حاجه كويسه، وهتدي تحفيز اكتر لشوبير طبعا. ما ده بص يا فاروق، زمان لما كان يجيبوا نادر السيد عشان عصام الحضر، عشان يبقى عصام الحضر يبقى كويس. لا بص خلينا بس، لا ما انا بقول لك، انا بكلمك النقطه دي ما اعتقدش النادي الاهلي، لا مش لا بيجيب لاعب عشان يخلي لاعب تاني يعني يتنحرر شويه. لا على فكره كان بيجيبه، على فكره كان بيجيبه، كان بتحصل على فكره، وكان بتحصل في ايامنا. جول الكيبر، لا انا مع احترامي، مع احترامي النادر، انا بتكلم يعني مش موجود عشان انا مش بتكلم على لاعب تاني يبقى كويس، انا مش بتكلم على الكابتن نادر، على فكره بتدي منافسه كبيره للاثنين، والاحسن فيهم يقف. لكن انت لما ترجع النهارده تقول مصطفى شوبير ولا محمد الشناوي، لا اللي في استمراريه ان مصطفى شوبير حق ربنا يبقى موجود وهو اللي يشارك لحد ما مصطفى محمد الشناوي يلعب ويشارك، ايه المشكله؟ لكن انت النهارده لما تيجي في عز تالق مصطفى شوبير في الوقت ده وتيجي تقعده، لا صح ولا انا بتكلم غلط؟ انت ناسي اتنين حراس مرمى موجودين برضه في النادي. ما انت بتتكلم على الزنفولي، الزنفولي وحمزه علاء كمان. لا بس انا بقول لك على الاثنين دول تحديدا، لان انت الجون ما تقدرش ان انت تلعب فيه او انت تغير فيه كتير، لكن انا بقول لك تالق مصطفى شوبير الفتره ديت ممكن يبقى رقم واحد في مصر الفتره اللي جايه، ليه لا؟ ويلعب منتخب مصر، انت بتلعب مع النادي الاهلي وبتلعب في افريقيا. من رايك ليه ما لعبش في مباراه منتخب مصر او في البطوله اللي لعبها منتخب مصر شوبير؟ لا هو يمكن الكابتن حسام كان عنده وجهه نظر ان انت بتلعب خبرات،
وممكن يكون خايف عليه، ممكن ان هو واخده ان هو يبقى عنده احساس ان هو يشارك مع منتخب مصر. لكن انا بكلمك كابتن حسام ممكن يعتمد على الخبرات بشكل كبير جدا في الفترة اللي فاتت، لكن هو لا لما ياخد اكيد هيشارك وهيأدي بشكل كويس وهيفضل. طيب هرجع لك للماتش تاني كابتن ابو الدهب، وشفنا سيمبا كان يعني مستحوذ على الكورة بشكل كبير جدا في الماتش ده. بتشوف برضو ليه الاسباب ان الاهلي ساب سيمبا يعني يمسك الكورة بالشكل ده ويبقى فيه يعني هجمات خطر الحقيقه منها اللي احنا كنا بنتكلم عليها بتاعت شوبير دي؟ كان في ما كانش في ضغط من نص الملعب يا فاروق، ما فيش ان انت بتقابل وتقطع، ما فيش الضغط الكويس من الثلاثه اللي فوق سواء مندس او حسين الشحات او رضا سليم. نفس الطريقه يمكن كوكا ممكن يكون تايه شويه في نص الملعب نظرا للموجود ان مروان عطيه والسلام موجودين، ما فيش ضغط ما فيش تربط. على فكره ويمكن انا قلت كمان وحذرت الفتره اللي فاتت، انت سهل ان انت تخترق من دفاع النادي الاهلي امبارح، هل بقى ده عشان المباراه سهله او ان انت مستعد تكسب بشكل كبير او انت كسبان هناك او ان انت مطمن للنتيجه؟ ده اللي احنا شفناه. قصدك استسهال الماتش؟ انت مستسهل، ما ده اللي بيحصل يعني؟ لا مش بنستسهل، ان انت ما بتضغطش، ما فيش لعيبه بتضغط، ما فيش لعيبه بتقابل بتقطع كوره، يمكن شفتها في المباراه دي امبارح. لكن لعيبه سيمبا امبارح، انت امبارح حتى المدرب بتاعهم يمكن هو قال لك انا جاي بلعب المباراه بالنسبه لي تحصيل حاصل ومش باكي على حاجه، فجاي اقابل واكسب، انا جاي العب على المكسب. لكن انت اصطدمت ان انت بتلعب النادي الاهلي وبتلعبه بشكل كويس يعني. طيب دايما الدفاعات موجوده في النادي الاهلي، دايما كان موجود ياسر ابراهيم وعبد المنعم، دلوقتي رامي ربيعه وعبد المنعم. شايف التطور اللي حصل ما بين رامي وعبد المنعم عامل ازاي؟ وهل لو ياسر رجع هل ممكن يعني يبقى في اختلاف، ممكن يلعب بقى مكان رامي ولا هتبقى منافسه كبيره فوق؟ لان انا بكلمك هتبقى منافسه كبيره بشكل محترم، لان ياسر ابراهيم انت بتتكلم دلوقتي على دفاع النادي الاهلي والاختراقات من العمق في الماتش. هي دي النقطه، ممكن انا بقول لك ممكن يكون استسهال، لكن انا بكلمك على رامي ربيعه لا متالق سواء مع المنتخب او النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت، وممكن انا بقول لك يمكن هو صمام امان النادي الاهلي الفتره اللي فاتت ديت وبيأدي بشكل جيد. لكن خليني اقول لك ان محمد عبد المنعم ممكن يكون بيفكر في الاحتراف، وانا يمكن انا سمعت اكتر من تصريح ان الراجل عايز يحترف في الدوري يعني في دوري من احدى الدول الخليج، وليه ما ياخد الفرصه ويسافر بدليل ان انت بتتعاقد مع مدير مع مدافع من الجزائر. فانا بعتقد ان محمد عبد المنعم مش هيبقى موجود الفتره اللي جايه في صفه كبيره. بس انا يعني فكره الخليج هي مطروحه ده، بس لكن عبد المنعم يعني في جلسه معاه الحقيقه وهو بيتكلم على ان هو يعني اوروبا بالنسبه له لو جت هي الافضل بالنسبه له. بص الجيل ده ما بيفكرش في كده يا فاروق، الجيل ده بيفكر في ايه بقى؟ في الماده اللي هيدفع اكتر. ما الماده جزء مهم طبعا. طبعا مهم وجزء كبير، وانا بقول لك وانا معاك، لكن انا بكلمك ان محمد عبد المنعم بشكل كبير هيحترف في الدوري السعودي لانه الناس بتراقبه وبتفكر فيه الفتره اللي جايه، وممكن محمد عبد المنعم ليه اكتر من جلسه انه عايز يمشي تمشي. لكن انت عندك لعيبه كتير زي اللي عمل محمد عبد المنعم يعمل غيره، وانت عندك رامي ربيعه بيأدي بشكل جيد، ياسر ابراهيم من الاحسن المدافعين اللي موجودين في الدوري المصري. لكن انا بقول لك النادي الاهلي ما بيقفش على حد، لكن هو انت لما تتكلم على محمد عبد المنعم ده استفاده، ان انت لما تحترف ده استفاده، عندك 10 محترفين يجوا ينفعوا منتخب مصر، مش تقليلا من محمد عبد المنعم فاروق، لكن انا بكلمك ان محمد عبد المنعم لازم تحضر البديل من الوقت عشان ما ترجعش وتقول بقى ان انا اضطريت وعملت وسويت. زي انا بقول لك النهارده علي معلول بدنيا الفتره اللي جايه دي بدنيا واقع، فانت لازم تحضر له البديل في الحته دي. النهارده بقى تلعب كريم الدبيسي سواء هتلعب او هيمشي، فانت لازم ترجع لعيبه وتفكر في باك ليفت زي ما انت السنه الجايه لازم تفكر في فيرود. شكري راجع خلاص كابتن، دي حاجه محترمه واحنا اتكلمنا عليها بشكل كبير. زي ما انت بتقارن انت محتاج فيرود يعني انت النهارده لما بتنزل كهربا انا بقول لك مش مركز مع النادي الاهلي بشكل كبير. بس كهربا برضه عشان نروح للمنطقه دي كابتن ابو الدهب ثانيه واحده بس، هو مش مركزه. ماشي مش مركزه، هو الراجل لما النادي الاهلي احتاجه نزل ولعب في المنطقه دي وكان هداف الاهلي. مفيش لعيب مفيش، وكنت حاطط امل على مين بقى؟ انت على مودست. على على, على مودست، بس ما 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 حققلكش الدرجه اللي انت عايزه او ما ادكش المستوى. انت لسه من شويه ما انا بقول لك لا انا بقول لك ماشي بقى المكنه بدل ما تطلع مزه كابتن رضا ما بقول لك، لكن انا بقول لك هو كان بيتحرك بشكل كويس بيخلق لنفسه فرص، يمكن هو جاب جون واتلغى، لكن انا بكلمك انت محتاج فرود. لكن انت بتتكلم على كهربا، لا كهربا النهارده الماتش ما انتش عارف توقف الكوره حتى الخمس دقايق او ست دقايق اللي جت وبتقلش وبتزحلق، لا ده حاجه صعبه قوي. طيب هكمل معاك كابتن ابو الدهب، خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا على ماتش الاهلي وسيمبا. الحقيقه طبعا فرحه الوصول للمباراه النهائيه دي اكيد طبعا شيء طبيعي للنادي الاهلي، لكن برضو دور قبل النهائي وده طبعا شيء طبيعي، لكن في الاخر هو النادي الاهلي طبعا المرشح الاول ل
الحصول على البطولة يعني، وبالتالي يعني ننتظر إن شاء الله الحصول على البطولة، خصوصا إن هو النادي الوحيد اللي موجود من مصر في دوري أبطال بعد خروج بيراميدز. هنطلع لفاصل مكملين مع حضراتكم. طيب مكملين مع حضراتكم، خلينا بس في يعني قبل ما نكمل كلامنا عن مباراه الاهلي، نعزي نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك والجماهير المصريه حقيقه بوفاه المعد البدني لنادي الزمالك محمد مدحت. الف رحمه ونور عليه، الحقيقه شاب صغير حقيقه، برضو وفاه مفاجاه، لكن ده قدر ربنا، وربنا طبعا بيختار كلنا يعني في التوقيت المناسب، وبالتالي الف رحمه ونور عليه. ان شاء الله العزاء بتاعه هيكون يوم الثلاث القادم. كابتن ابو الدهب لو حابب تعزي طبعا نادي الزمالك. طبعا لازم تعزي الكابتن محمد مدحت، يمكن ربنا يرحمه، من الشخصيات اللي كانت محترمه وكان ليه صداقه كتير جدا مع لعيبه مصر كلها. وبعدين بالمناسبه كمان لازم تعزي كابتن طارق السيد يا فاروق، طبعا وفاه والده يرحمه، طبعا ربنا يرحمه ويتغمدهم، هم ميتين في ايام مفترجه يعني، فربنا يجعلها في ميزان حسناتهم يعني. طيب كابتن خليني هرجع للاهلي الحقيقه، ومن خلال الماتش في بعض التحليل كده لبعض اللاعبين، يعني احنا كنت بتتكلم انت على علي معلول والباك ليفت ووجود بعض اللاعبين مكانهم زي شكري وعودته، في هل معلول حتى الان يعني الكلام على التجديد ليه، فهل معلول وهو بيتكلم على المقابل المادي وان هو محتاج زياده، هل ممكن تيجي في وقت من اوقات النادي الاهلي يقول لك لا انا خلاص انا راجع لشكري واشوف حد تاني ممكن يكون مواصفات معينه، عندك كريم الدبيس برضو موجود. ما انا بقول لك وارد بالتالي معلول بيعتمد على ان هو الافضل وان ملوش بديل لغايه دلوقتي لعب مكانه. ما هي دي النقطه اللي بتخلي علي معلول يشترط يبقى موجود سنه او سنتين وياخد المقابل المادي اللي هو بيطلبه. لو انت ليك بديل مش هيعمل كده، وبديل وبيشارك كمان. لو انت اديت وشاركت كريم الدبيسي بعد تألقه في الفترة الماتشين اللي لعب فيهم وده حاجة كويسة، لازم تعمل كده عشان ما يجيش بعد كده اللعيب يتشرط عليك ويقول لك اقعد. مع احترام العالم معلول من اللعيبة كويسة جدا وعامل فرق مع النادي الأهلي ومن أحسن محترفين اللي جم في كورة في مصر مع النادي الأهلي في الحتة دي، حتى التوقيت ده دلوقتي في التوقيت ده موجود. لكن أنا بكلمك إن أنت يعني هل هو علي معلول اللي كان قبل كده نفس الحالة الفنية؟ لا ابتدى يقل ومستواه مش هو علي معلول اللي احنا ليه من نظر المشاركة الكتير يا فاروق باستمرار. لكن أنت لازم احنا كنا بنطالب بمشاركه كريم الدبيسي، لكن انت الفتره اللي جايه لازم عندك في عوده محمد شكري، ومحمد شكري بيشارك اساسي ونضج مع فرقه سيراميكا وعامل شغل كويس جدا ومن خلالها انضم لمنتخب مصر. فده يمكن انا بقول لك علي معلول والسوليه، يمكن انا سمعت ان هو النادي الاهلي عاوز يجدد لهم سنه واحده على اساس ان هو السن كبر ودي سنة الحياة. لكن في نفس الوقت ده شغل المدير الفني اللي يبتدي يطلع البديل اللي هو يشارك الفترة اللي جاية مع النادي الأهلي. هي فكرة برضو ان انت مشترك في بطولات ومطالب انك تاخد كل البطولات دي، ما هي ده قدر النادي الأهلي ان انت محتاج مشترك في دوري. الروتيشن ده يتعمل ازاي؟ بس هي الفكرة برضو هو عمل الروتيشن زي ما كنت بتكلم في اول حلقة من بدري، من اول ما لا هو كان بيراضي الجماهير او السوشيال ميديا اللي كان بتتكلم على بعض اللعيبه اللي ما بتشاركش، فابتدى يشارك ويسمع كلامهم ويقول لك ان لا بص كولر بيبص لل لا بص يا فاروق، احنا طبعا اتمرنا مع مديرين فنيين اجانب. عمر المدير الفني يا فاروق ما كان بيعمل روتيشن اجنبي، كان بيقول لك في البدايه. قصدك في البدايه لازم بيثبت تيم وبيثبت التشكيل بتاعه، بيبتدي يقول للعيبه اللي احتياطي حتى كمان لازم تثبت وجودك لو انت مش موجود. لكن انا بكلمك الراجل ابتدى يعمل روتيشن وما كانش محترم الدوري المصري، يمكن بيكسب باي حد. لكن انا انت فين احمد عبد القادر؟ احمد عبد القادر جه فتره من فترات من احسن اللعيبه اللي كانت موجوده في الحته ديت، وكنا بنطالب بضم المنتخب مصر. انت مشارك بتصمم على طاهر محمد طاهر اللي ما اثبتش كفاءه وما لعبش مع النادي الاهلي من ساعه ما برضه ما بيلعبش مستمره برضه لا بس بيشارك لبعض الوقت، ممكن ينزل في بعض الماتشات. لكن انا بكلمك على احمد عبد القادر من اللعيبه كويسه جدا ويشارك، وكان ممكن يعمل لك البديل حتى لو بيرسي تاو مش موجود او حسين الشحات مش موجود. انت عندك يعمل لك الحته دي يعملها بشكل كويس جدا الفتره اللي فاتت. لكن انا بقول لك احمد عبد القادر علشان مغضوب عليه. طيب انت جبت سيره بيرستاو، الحقيقه
عندي علامه استفهام ان هم بيشاركش من بعد العوده من معسكر منتخب مصر او من التوقف اللي فات. انت عشان راجل بيحب ويكره من ساعه المشكله اللي يعني حصلت معاه ما بيلعبش خالص تقريبا. لا هو شارك الماتشين اللي فاتوا بس مش هو بيرسي تاو لان انا بقول لك هو ممكن يكون عنده مشكله مع الراجل من ساعه ما بعد ما غيره في كذا ماتش كان عنده حاله من الزعل بس طبعا هو يزعل هو لعيب محترف على فكره وكان وصل لاعلى مستوى ليه لكن هو بعد ما غيره او عمل حصلت مشكله مع كولر اكيد ممكن قرفان منه او زعلان منه. تمام امبارح كان اللعيبه زعلان انت النهارده هتبتدي مين اللي كان زعلان يعني في قفشه كان زعلان يعني انت ما بص يا فاروق انت في لعيب توقيتات يعني ينزلهم التوقيتات يعني انت بتتكلم برضه هو التوقيتات يعني انا بصراحه جدا 86 كل ليه يعني خلاص ما تنزلهمش بقى انت اللعيب بيقعد يسخن من بدايه الشوط الثاني عشان تنزله 3 4 دقايق طب هينزل يعمل ايه وانت التغييرات لحد امتى هتبتدي تاخر في التغييرات المفروض المدير الفني بيبقى صاحب يشوف بيقدر يغير لكن انا مش هبقى دايما في مدربين يا فاروق بتقعد على بتقف على الخط بتغير طريقه اللعب حسب بتشوف الفرقه اللي قدامها لكن انت قاعد مركز ان انت مش هتغير ال11 لعيب وتيجي تخلي اللعيبه تسخن لحد الدقيقه 90 وتبتدي تغير هي مش فكره التسخين يا كابتن هي فكره انت محتاج مين في امتى ما هي مش كام بقى هل ده كان امبارح هل كان منتظر ان النادي الاهلي يجيب هدف ثاني عشان يبتدي يغير انت محتاج انت كنت ممكن تجيب هدف في اي وقت لكن هل انت بتبقى خايف ان سيمبا ممكن تعملها وترجع استحاله لان سيمبا مش من الفرق القويه لكن انا بقول لك انا كنت محتاج ان انت تنزل بدل حسين الشحات في الفتره ديت اللي انا بعتبره عنده مشكله وممكن ما يبقاش مركز وكان يجب راي راحته ان انت ممكن يكون في تركيزه في حاجه تانية انا بكلم عام لكن انا بكلمك ممكن كنت تشارك النهارده كان قفشه يبقى ياخد بدل كوكا عندك السليه جنب مروان عطيه في الحته دي بيأديها بشكل كويس جدا عندك لازم يكون عندك زي ما قلت لك يا فاروق في النادي الاهلي دايما بتعتمد على ترمومتر الاداء اللي هو بيعملوا لك البلاي ميكر اللي هو موجود في الحته دي النهارده لما يبقاش قفشه النهارده بتنضم لمنتخب مصر ويجي يقعد احتياطي في النادي الاهلي لا ممكن كنت تلعب مروان عطيه والسليه وفوقيهم قفشه احمد عبد القادر ياخد بشكل محترم عندك حسين رضا سليم وعندك موديست لكن انت مصمم على بعض اللاعبين لا صعب لازم اللعيبه تبتدي تشارك هو برضو وانا معاك كده بنتكلم حقيقه اتضايق وانا ببص هي بدايتها من 86 هو اكرم توفيق نازل في الدقيقه 99 في يعني بدل الضايع وهياخد المكافاه بقى يمكن انت عايز تديله المكافاه ايه الهدف يعني ما انا مش عارف ايه الهدف هيعمل ايه 94 هيعمل ايه 86 هيعمل ايه ما انت اللعيب بينزل برضو قرفان انت بتحس ان اللعيب متضايق وبعدين انت قاعد ده عمل ايه بعد ما اللعيبه راحت وقفت على الخط راح مرجعهم تاني ومعادهم 3 4 دقايق فاللعيبه لازم تزعل ولازم تتضايق وانت لعيب بيبقى لعيب بيبقى نفسه يشارك بس اديله وقت اطول حتى على اساس ان انت ممكن تحكم عليه فلو دايما كنا بنقول للمدرب اللعيبه انزل احرج المدرب يعني اللعيب ان ممكن يقول لك انت قاعد احتياطي ما بمستقصدك او ان انت ما تستاهلش دعوة احتياطي لكن لما تيجي تنزل وتادي احرج المدير الفني قول له لا انت غلطان ان انت بتقعدني فني لكن هتيجي تكلمه على 6 دقايق او 4 دقايق وما يشارك فيهم طب هتطلب منه ايه في اهداف من التغييره فده كده ايه الاهداف ان انت تحافظ على النتيجه لا ما طب ما انا ماشي قول لي يعني قول لي في انا عرف قلت كلمه ايه المكافاه ما هو في لعيبه تاخد المكافاه ايوه بقى يعني انت بتقول يعني انت ما هو انت يعني ملهاش يعني تفسير يعني اكرم توفيق انا نازل في الدقيقه تقريبا نزل صفر الحكم ده هو ماشي طب ما هو لمس الملعب وطلع يبقى كده مديله المكافاه يراضيه وبعدين افرق في حاجه في الفتره اللي فاتت في النادي الاهلي فين شغل مدير الكوره من التصريحات اللي بعد النجوم في النادي الاهلي على كل المواقع وعلى كل بتاع على فكره لا بص ده كانت برامج ممكن كانت مسجله في وقت من الاوقات واخدين تصريح عمرنا ما شفنا كميه التصريحات اللي موجوده ولا ان نجوم النادي الاهلي على السوشيال ميديا والبرامج بس ما فيهاش اي لا انا ما بتكلمش لا في لعيبه يعني ما بيقولوش حاجه غلطه يعني في افروق في ناس بتغلط ما بيتعدوش على حد ولا بيقولوا لا بس اهدى بقى ركز انت عندك بطولتين عندك بطوله مهمه الفتره اللي جايه عندك فكر في ماتشات الدوري اللي جايه لا ده المفروض بقى شغل مدير الكوره يبان يمنع التصريحات شويه ويمنع اللعيبه اللي بتلف على القنوات وتقعد تتكلم في تصريحات لا شهر رمضان لا انا قدها يا فاروق ده انت لعيب لا لازم يعني احافظ موجودين النجوم دي لا ما انا ما قلتش يعني. حاجه ما انا قلتش حاجه ده مطلوبين وعلى دماغنا من فوق بس نبطل بقى خلاص نركز ونقفل على نفسينا الفتره اللي جايه كنادي اهلي انا بتكلم كنادي اهلي اقفل على نفسك وابتدي اقلل من التصريحات شويه وده بقى شغل خالد بيبو هيبان الفتره يعني اللي جايه انت لو كنت موجود في الوقت ده كابتن ابو الدهب مش هتروح البرامج دي ما كان بيجي لنا فين
لا انا مش بتكلم روح البرامج واطلع في البرامج، لكن خلاص بقى يعني اقفل على نفسك الفتره اللي جايه، لان انت في لعيبه الوقت ابتدت تتصاب، في لعيبه النهارده الاصابات كتير جدا يا فاروق. النهارده الشناوي خلع في كتفه، امام عاشور خلع في كتفه النهارده، ربنا يشفيهم طبعا. حسين الشحات النهارده في كسر في الوجه، في لعيبه كتير مصابه الفتره. ركز ركز، خليك في الفتره اللي جايه دي، خالد بيبو يطلع يشتغل ويطلع يمنع التصريحات اللي موجوده. طيب هرجع بقى برضو للنادي الاهلي وهكمل لك. اقول لك النادي الاهلي لولا الهدف اللي جابه في بدايه الشوط الثاني كانت الامور اتصعبت. هل الشوط الاولاني نفسه كولر ما كانش مستعد لسيمبا في ان هو عايز يكسب، عايز ما فيش يا فاروق يهاجم عشان يعوض الهزيمه اللي عنده، وبالتالي كانت ممكن في اي لحظه لولا زي ما قلنا كده شوبير هو اللي كان حائط صد الحقيقه للاهلي. ما انا بقول لك وارد كان ممكن يخش فيه الجون. ما انا بقول لك يمكن كان لولا الهدف اللي جه من السولية واللي يمكن مودست ريحها له بشكل كويس جدا، والسولية كان مكمل وحطها في حته كويسه. لكن انا بكلمك وارد ان انت النادر دفاع النادي الاهلي تستسهل ان ممكن تخترقه، ودي يمكن قلقانه شويه في الحته في نص الملعب، لان نص الملعب ما كانش بيضغط، ما كانش مروان عطيه بيضغط زي سابق عهده. النهارده عندك نفس الطريقه كوكا. انا يمكن انا شفت كوكا امبارح كان تايه بشكل كبير. لكن بالمجمل يا فاروق انت النادي الاهلي كان عارف ان والله مودست كان حلو قوي في الجول ده على فكره، كان هايل. لا بص هو فرود يا فاروق، هو انت كنت بتاخد السيرد باك كده في ضهرك صح؟ وبتستنى الراجل اللي جاي وحطها، بص حطها للسوليه مستنيه، حطها بشكل كويس. انت عايزني انا اقول لك انا كنت عامل ايه في دي؟ لا هتلف وتحطها كنت هتطلع لا طب هو اتعامل بذكاء، هو يعني خلاص هو اخد البوزيشن ان هو يدي ظهره للمرمى، ده هو كتر خيره اللي لف. انت بتقول عليه كويس، انا ما قلتش وحش، انا بقول لك كتر خيره اللي لف يعني. هو كويس ان هو ما لفش وحطها، انا كتر خيره حطها للسوليه، لو عمل غير كده كان هتضيع. الميزه الحقيقه ان السوليه مكمل بالشكل ده، ما انا بقول لك يعني دي في الهدف ده الميزه ان خط وسط النادي الاهلي. لا السولية لعيب كبير يا فاروق، لعيبه في المنطقه دي. لا في تخيل بقى لو ما كانش في المنطقه دي ومودست لا تقعد بتتكلم على مش هيلاقي الحل. لا انت بتتكلم على واحد زي السولية بخبراته وفي نص الملعب ولعب كتير جدا ومن احسن اللعيبه اللي موجوده في نص الملعب، بيفكر يروح امتى وبيختار مكانه امتى وبيختار يتحرك بشكل كبير امتى. خلي بالك يا فاروق ده في شغل لعيبه. لما بنيجي نقول في شغل لعيبه في الملعب، في ناس بتقول لك بتزعل. لا في المدير الفني ممكن يقول محاضره يقعد يتكلم ثلاث ساعات، لكن في ابداع للعيبه في الملعب، اتحرك ازاي، اشوف المكان الفاضي واروح له، اشوف زميلي معاه الكره لازم اقرب له. ده اللي احنا كنا بنتعلم. كنا بنقول الحاجه الثانيه، لما لعيب بيضغط يا فاروق بيبقى في واحد تحتيه سبورت، ممكن زميلك يغلط يقطع منك، فده شغل مدير فني وشغل لعيبه في الملعب. طيب يعني الحقيقه برضو كلمتك على التشكيل، والاهلي عنده مباراه غدا امام امبي في مباراه مؤجله من الاسبوع 16، هل ممكن نشوف نفس التشكيل ده ولا انت قلت لي لا ما اعتقدش بيبقى في تغيرات؟ لا ما اعتقدش، انا شايف ان ممكن اكرم كولر ممكن اشوف محمد عمر كمال عبد الواحد بعد هاني. طبعا وهيلعبوا ليه؟ لان انت ظلمته في ماتش البنك الاهلي ولعبته في حته مش مكانه، والناس كلها قالت لك ان عمر كمان لا ما عملهاش كويس. شايف ان لا ما عملهاش كويس، بدليل ان النادي الاهلي اتغلب 4. عمر النادي الاهلي ما كان بيجي فيه 4، لكن انا بكلمك لا انا مش قصدي على السيرد باك، انا قصدي لما بيلعب باك ليفت. لا ما يلعبش باك ليفت، هو عاوز تلعبه وعاوز تشوفه عشان يقدم نفسه للنادي او لجماهير النادي الاهلي ويدي يلعبه يا باك رايت يا فرايت. عمر بيلعب اصلا قدام ماشي، ما هيلعب هتلعبه يعني، ما انا بقول لك اهو هتلعبه هاف رايت هتلعبه باك رايت، لكن ما تظلموش وتلعبه في حته مش مكانه عشان تقدر الناس تحكم عليه. وهو كمان كلاعب كوره يبقى نفسيا مرتاح، حتى لما بيشارك اول مشاركه ليه يا فاروق وما بيأداش كويس بتحس انه فيها مدان. نفس الطريقه ممكن تشوف كريم الدبيس بكره يأدي بشكل اسوي، الا بقى لو كولر عنده فكر تاني يعني يريح معلول ويريح هاني. طبعا وانت عندك انت لازم ما هيلعبوا، ممكن عندك اكرم توفيق يلعبها، عندك كريم الدبيس، وعندك ممكن خالد عبد الفتاح اللي بقالنا سنه ما بتشوفوش، هل هو خف من الاصابه اللي الفتره اللي فاتت؟ ممكن يشارك في الحته دي. ممكن ترجع تشوف النهارده، لكن محمد عبد المنعم ورامي ربيعه الاثنين ما انت مالكش بديل موجودين بدلهم. عندك ياسر ابراهيم لسه مصاب، ومحمود متولي الراجل مستبعده او مجمده زي ما بيقول. لكن انت ممكن تشوف هنا مروان عطيه قد بشكل كويس، ممكن تشوف مين تاني، ممكن تشوف اكرم توفيق في نص الملعب. لكن ما اعتقدش ان انت رضا سليمه يأدي، اعتقد ان يأدي مودست لان هو مصمم على مودست وعايز بيرستاو بقى ممكن يرجع. لا طاهر
لا ممكن يدي طاهر لكن ما يديش بيرستاو. لا بس الموضوع لو فضل مع بيرستاو كده الفتره انت هتخسر لعيب كبير. لا مش هتخسر ولا حاجه، بس انا بقول لك ان هو ممكن ما يديش بيرستاو بكره، ممكن يدي احمد عبد القادر او طاهر محمد طاهر ويشاركوا. موديست ولا كهربا؟ لا هيلعب موديست، لكن هو الراجل مصمم على مدة حراسة المرمى كابتن. ما ينفعش مصطفى شوبير يعني زنفوني ما ينزلش بقى. مصطفى شوبير لا الزنفوني لازم ياخد، انت جايبه مش جايبه عشان ماشي بس انا بقول لك لكن ياخد بس ياخد امتى؟ طيب لا الراجل عنده قناعات ببعض اللاعبين يا فاروق، هو ممكن بص هو عنده 3 4 لعيبه ما يقدرش يطلعهم من الملعب. لا هو الراجل، لكن احنا بنقول وجهه نظرنا ان انت النهارده عمر كمال يبقى موجود، ممكن يلعب كريم الدبيسي، احنا من كل الكلام ده احنا بنقوله على الورق، لكن انت ممكن تلاقي الراجل يلعب مصطفى شبير وعندك محمد عمنا بيعتمد على مروان عطيه وكوكا وقدام موزس، فممكن يلعبهم الفتره اللي جايه. لكن انت النهارده انا بتكلم ان انت تعمل روتيشن وتادي وتدي بعض اللاعبين ان ما بتلعبش، ممكن ترجع النهارده احمد عبد القادر، لكن انت قعدت الفتره اللي جايه تلعب مين؟ لكن انا بكلمك على الراجل ممكن تلعب بيرستاو بيلعب. انا بكلمك بقى دلوقتي على شوبير، يعني هو شوبير اللي هيشارك. شوبير اللي هيشارك ماتش بعديها بيومين اهو او ثلاثه. لا هيشارك شوبير. شوبير مش شوبير. مش الزنفوري. لا شوبير شوبير اللي هياخد وهيلعب واساسي مع الفتره اللي جايه، لان الراجل مقتنع بيه كويس. لا هو خلاص، ما هو احنا بنتكلم الاداء اللي بيعمله ده، هو لاعب اساسي، لكن انت جبت الزنفوري عشان يبقى موجود، ما عندك حمزه علاء فما تدهمش فرصه في الوقت. طب انت يعني جبت الزنفري الراجل كان الشناوي مش موجود فيه، ما انت كنت انت جبت يعني انت جبت جون كويس، الزنفري كان بيلعب مع الداخليه بصفه اساسيه، جبته قعدت احتياط. اه طبعا شرف ليهم ولهم يلعبوا في النادي الاهلي، لكن اللعب بقى مشاركه يا فاروق. هل انت هتديله الفتره اللي جايه مع الداخليه كان بيلعب حد من السودان ولا بيلعب حد من السعوديه؟ ما هم الفرق المصريه اللي كان بيلعبها هم اللي النادي الاهلي بيلعبها، لكن اعتقد ان هو لو شارك هيأدي بشكل كويس. الزنفري على فكره حارس جون، حارس مرمى كويس قوي على فكره، وانا شفت له ماتشات كتير مع الداخليه. برضه خلينا نبقى متفقين ان نجاح شوبير في المرمى بالشكل ده وحراسه المرمى من النادي الاهلي بتخلي الامور صعبه للراجل ان هو يفكر ان هو يغير. ليه؟ طب ما انت عندك حمزه علاء مش شارك مع منتخب الاولمبي، عامل ماتشات هايله. ممكن ليه ما نقولش ان حمزه علاء اللي هياخد الفتره اللي جايه؟ وعلى فكره ودول نواه كويسه وحراسه مرمى النادي الاهلي طبعا. طيب اسمح لي نطلع لفاصل كابتن، بعد الفاصل يعني هنتكلم على الماتش ولكن بشكل اخر، شكل ارقام بالنسبه للاعبين وتقييمك بالارقام للاعبي النادي الاهلي في مباراه سيمبا. نطلع لفاصل ومكملين مع حضرتك. طيب هنكمل مع حضراتكم. كابتن ابو الدهب ادينا تقييماته للاعبي النادي الاهلي في مباراه سيمبا. الحقيقه الفوز والتاهل للدور قبل النهائي ده شيء بيسعد جماهير النادي الاهلي ويسعدنا كمان كمصر ان احنا او المصريين يعني بوصول النادي الاهلي الحقيقه اللي دايما مشرف الكره المصريه في البطولات الافريقيه الحقيقه من خلال تواجده. كابتن ابو الدهب هنبتدي بمصطفى شوبير. اديله 8 من 10. 8 من 10؟ ماشي، مع ان انا والله بص لو من يعني من نفسي انا اديله 10 من 10 بعد الكره الثنائيه دي. لا هو عامل ماتشات كويسه يا فاروق، لكن انا بكلمك انت ما تديش العمل 8 من 10. 8 من 10. 8 من 10. طيب محمد هاني 5. 5 من 10. محمد عبد المنعم 6. 6. رامي ربيعه 8. معلول 6 يا فاروق. مروان عطيه 6. 6. السوليه 7. كوكا كابتن ياخد 5. رضا سليم 7. كان عامل ماتش كان كويس امبارح. ماشي. حسين الشحات ياخد 6. ماشي. انا منتظر بقى موديست تديله كام؟ لا انا موديست هديله بصراحه يعني على الاسيست اللي عمله والبتاع لازم ياخد 5 بعد كل اللي انت قلته ده عليه طول الحلقه. عايز اقول لك على حاجه، هيبقى اديله 5؟ لا يا طب ما ده حلو عليه، ده كويس ان انا اديته 5. ده انت قعدت تشكر. ده اتهرف صفار، ده كتر خيره، ده اتهرف صفار الفتره اللي فاتت. طبعا هنتمنى كل اللعيبه تبقى في حالتها يعني تبقى كويسه الحقيقه. طبعا. طيب يعني انا ما اقدرش اقول لك ايه قايم افشل في الدقيقه 86. لا اصل تقيمهم ليه؟ انا بقول كل دول نزلوا عشان المكافاه، ياخدوا المكافاه. طب اديني بس قفشه. هتدي له يعني لمس كام كوره مثلا؟ تدي له على ايه يا فاروق؟ انا مش فاهم. تدي له على 3 دقائق؟
هقول لك أربعة ولا خمسة ولا ستة يعني أنا ما حسيتش بيهم. الماتش خلص يعني واحد زي أكرم توفيق ما احنا قلنا واتكلمنا أكرم نزل في الدقيقة 99 أديله أربعة لا 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 يعني ما اختبروش ولم يلمسوا كور ما يلمسوش كور أنت بيقول لي قول لي 86 86 86 94 99 هتقيم كهربا طاهر لا كهربا نزل شاط البنالتي يعني كريم الدبيس لا لم يختبر وحتى اكرم توفيق الحقيقه ما انا بقول لك لا طيب يختبر كولر كابتن في لا كولر لازم يصحصح كولر لازم يغير من بدري يا فاروق لازم يفوق الفرقه لازم يجدد دم اللعيبه ولازم يبقى عنده قرايه للمباراه بسرعه بكره مباراه انبي مباراه صعبه انبي في المركز الثاني والحقيقه عامل موسم رائع لا بص الدوري اختلف يا فاروق يمكن انا شايف فيه بص المصري بيبقى فوق وبعدين بيبقى تنزل في كراسي موسيقيه الفتره نظرا بقى لغياب المنافسه من النادي الاهلي عنده ماتشات مؤجله لكن انا بقول لك يمكن انا اتفرجت على ماتش الاتحاد والمصري كان في قمه الماتشات بصراحه ماتش جامد جدا المصري كان كسبان وبعدين الاتحاد بيتعادل وبيفوز في الدقائق الاخيره امبارح يمكن عندك نفس طريقه بيراميدز وطلع الجيش تعادلوا 0-0 وكان طلع الجيش عامل مباراه كبيره على فكره يعني في كذا مباراه بتتفرج عليها الفتره اللي فاتت الاسماعيلي وسموحه كان بديع كابتن ولا كانوا الاسماعيلي يقدر يرجع ويفوز في اخر دقيقه وعلى فكره الاسماعيلي يعني فوز فوقان ده بقى ده ده ده, ده البقاء في الدوري الماتش ده ما في ماتشات كده يا فاروق بتحسسك ان لا ولاعيبه الاسماعيلي مصممين على المكسب وعلى فكره ولازم تحيي الجهاز الفني انه بيشارك باللعيبه دي الشيخ عمل عمره على طول بعد الهدف اللي جابه طبعا لا ما هدف لا انا بقول لك هدف مهم جدا لا هدف مهم للاسماعيلي وعلى فكره بقى لهم فتره ما بيكسبوش على ملعبهم ودي حاجه كانت تحسب ليهم يعني ان انت بتكسب ان انت بتبقى مغلوب وبترجع تتعادل وبعدين تكسب لا كانوا عاملين مباراه كبيره طيب انا بكلمك على ماتش الاهلي وامبي الحقيقه بكره هل يعني امبي من الفرق اللي عدد مرات الفوز في الدوري بالنسبه لها في الماتشات الموسم ده اكثر عدد الفرق الحقيقه اللي بتكسب ماتشات 8 ماتشات فوز حتى الان هي والمصري الحقيقه فبالتالي بتلعب دايما على الفوز هل قدام الاهلي لا الامر بيختلف الامر بيختلف قدام النادي الاهلي الامر بيختلف ان انت بتبقى خايف وبتبقى كاشي شويه بتلعب على المرتده لكن انا بقول لك ان الفرقه اللي بتبقى عندها جراءه وبتنزل من اول دقيقه عايزه تكسب اكيد بتكسب لكن هتنزل تعمل زون ديفنس قدام الاهلي والزمالك هتتغلب بشكل كبير لكن فرقه انبي من الفرق المحترمه وفرقه كويسه وبتهاجم وبتعمل شغل كويس جدا لكن خلي بالك انت برضه بتصطدم بالنادي الاهلي اللي هو عنده ماتشات مؤجله انه عايز يكسب عشان يبتدي يجمع بناط عشان يبقى راكب الدوري من بدري لان انت النادي الاهلي لو كسب كل الماتشات المؤجله بتاعته النادي الاهلي في مركز ال11 لغايه دلوقتي بس طبعا لعب 8 مباريات ده لعب 8 مباريات يعني كل الفرق لعبه 15 و17 الاهلي لعب الاسبوع 17 عامه ما انا بقول لك لكن النادي الاهلي عاوز يكسب عشان يعدي ويقرب من القمه يعني الحقيقه ام بي برده وتمسكهم بالجهاز الفني اللي موجود كابتن سيد ياسين الحقيقه برده ده حاجه تحترم ليهم وان هو حققين مركز لغايه دلوقتي بالشكل ده الحقيقه لا هو ممكن هو مدير فني كويس على فكره ومن قطاع الناشئين عندهم وعارف بعض وكان على فكره وكل اللعيبه اللي موجوده ديت هو اللي كان مطلعهم للفريق الاول ولعيبه صغيره وبيعتمد عليهم بشكل محترم وشكل كويس على فكره لو فضلوا بالشكل ده ودخلوا افريقيا طبعا كان في تصريح للاستاذ ايمن الشريعي اعتقد يعني انا قريته بخصوص نهايه الموسم ان هم هيبتدوا يبيعوا اللعيبه بنهايه الموسم يعني استثمروا بقى طيب لو دخلوا دوري الابطال او الكونفدراليه لا الامر بيختلف لازم تحافظ على اللعيبه اللي موجوده زي ما انت بتتكلم النهارده بيبقى في جراءه من رئيس النادي او مجلس الاداره اللي موجود ان انت بتعتمد على مدير فني ممكن يكون مغمور او ما عندوش خبرات يشارك في الدوري المصري ما في مدربين كتير جدا يا فاروق اشتغلت وكان في جراءه من بعض المدربين او رؤساء الانديه لكن بصراحه الراجل يعني عامل شغل كويس وما اعتقدش لو وصل لافريقيا او لعب في بطوله افريقيا ما اعتقدش ان هو يفرط في اللعيبه اللي موجود الحقيقه وانا ببص كده للدوري واحنا الجدول وببص كده للمكاسب بالنسبه للفرق الشعبيه مثلا الاتحاد بيلعب المصري زي ما انت قلت كده كسب 3-2 الاتحاد في المركز الاول المصري في المركز الثالث ببقى سعيد جدا الانديه الشعبيه بتخش في يعني فكره المصري لو كان كسب كان هيبقى 30 بونت كان هيبقى محدش هيحصله وكان يعني مش يعني لا يعني انا بقى لا يعني كان عايز اقول لك انا لسه كنت هسالك السؤال ده الاستمراريه للانديه الشعبيه في المراكز دي هل هتستمر المصري الاتحاد او الاتحاد دلوقتي هو في المركز الاول تتمنى ثم المصري في المركز الثاني
تتمنى يعني. وعلى فكره والمصري عنده لعيبه كويسه جدا يا فاروق، وعنده فرق من اللعيبه كويسه، وعنده سكواد جامد جدا يقدر ينافس على الدوري السنه يعني. حتى كمان بيراميدز بعيد، الزمالك بقاله فتره مش مركزين، لكن اعتقد ان الفرقه اللي ممكن تنافس المصري وتأدي بشكل كويس. المصري مش الاتحاد يعني، الاتحاد ما يستمرش. لا المصري ليه، ده عنده هداف الدوري. ماشي بس مش بقولول. لا ما انا بقولك، لكن انا بكلمك على المصري. طول ما انت عندك واحد بيهدف فانت عندك فرص دايما في كل ماتش انك تكسب. ما قلتش، بس انا بكلمك انت بتقول وجهه نظرك، انا بقولك المصري اللي ممكن ينافس الفتره اللي جايه. انا عارف انت بتقول المصري ليه. عشان ايه؟ علاقتك حلوه انت بال، وانا كل علاقتي بقول عليهم حلو، يبقى كل علاقتي بيهم كويسه. طيب لو انت من الحاج محمد مصلحي ومبلولو عندك، وعنده العروض اللي بتيجي ما بعد بطوله الامم الافريقيه وبعد التهديف اللي بيحصل الحقيقه بالنسبه له في الدوري المصري، تبيعه ولا تصبر شويه عليه السنه دي؟ لا يعني بعد نهايه الموسم. لا بعد نهايه الموسم لو هيجيب لي المبلغ اللي انا عايزه لا ابيعه. طب هو بعيد ليه عن الاهلي والزمالك يعني؟ انت ومبلولو ده هداف الدوري للموسم الثاني على التوالي. برضو الاهلي والزمالك عانى كتير من بعض التجارب اللي حصلت من لاعبين. طب هو في تجارب اكتر من كده، هدافين في فرقهم وجوم الاهلي ما او الزمالك ما عملوش حاجه. لا عشان ما بياخدوش الثقه ما بيلعبوش يا فاروق، لان في لعيبه ما بتستحملش ضغط الاهلي والزمالك، في لعيبه ما مش لعيبه بطولات. انت لما بتيجي تختار لعيب للاهلي والزمالك لازم تختار لعيب بطولات. طب لو الاهلي والزمالك عايزين ما بلوله، حاج محمد مصلح يدي لمين؟ لا هيدي يدفع اكتر؟ هيدي للاهلي. يدي للاهلي؟ طبعا. طيب؟ انا بقول لك النادي، لو النادي الاهلي عايز هيجيبه. العلاقات هنا كويسه، العلاقات هنا كويسة. ما انا بقول لك العلاقه كويسه بين الناديين، لكن انا بكلمك هو رغبه اللاعب فين. مين اللي مستقر الوقت يا فاروق؟ هو النادي الاهلي المستقر الفتره دي. مستقر ده برضه ماشي، انا بكلمك الوقت يعني، مين اللي بيلعب بطولات، مين اللي راح كاس عالم، مين اللي بيلعب في بطوله افريقيا، مين اللي بيحافظ على السكواد بتاعه؟ هو النادي الاهلي. ده في لعيبه اصلا من الزمالك ممكن تمضي في النادي الاهلي الفتره اللي جايه. ما انا بقول لك انت انت بص يا فاروق، اذكى يعني حد في يعني المغرب. يعني الكلام اللي انت بتقوله ده كان حصل لفتوح. مين انت بتقول فيه لعيبه من نادي الزمالك تروح تمضي للنادي الاهلي الفتره اللي جايه؟ انت عندك معلومه يعني فين ولا توقع؟ انا بقول لك في لعيبه، في لعيبه في النادي الزمالك تتمنى تبقى موجوده في الاهلي الفتره اللي جايه. نظرا للنادي الاهلي ان النادي الاهلي بيشارك على طول في البطولات العالميه. لعيبه بتلعب يعني؟ لعيبه بتلعب. معقوله؟ والله ممكن يعني لعيبه اساسيه. وانت بتتكلم بص يا فاروق، سيبك جماهيريه يا فاروق، سيبك من الجماهيريه والانتماء والاحتراف والكلام ده. اللاعب لو جاله ودفع له، اي حد دفع له اكتر قرشين هيروح. ما انا بقول لك اذكى واحد في المنظومه بتاعه يعني الرياضه. يعني انت لو مكان اي لعيب في نادي الزمالك في الوقت الحالي وجالك الاهلي تروح؟ طبعا اروح الاهلي. لو انت في الزمالك؟ انت كنت في الزمالك وانت صغير؟ لا وانا صغير كنت في الزمالك. فجالك الاهلي بعدين، بس انت كنت بقى. لا بس انا اقول لك على حاجه، انا رحت نادي المريخ. النادي الاهلي، النادي الاهلي خدني من المريخ بعد ما اتألقت مع المريخ. وانت في الزمالك كنت تتمنى تروح تلعب في الاهلي؟ طبعا. لا وانت في الزمالك وانت صغير؟ طبعا كنت تتمنى. طبعا، وكنت بقعد اغيب من الماتشات عشان اروح اتفرج على الاهلي، وما بغيب من التمرين عشان اروح. والله العظيم كنت. لا انا ما بخافش، بص انا بقول الحقيقه، اصل انا مش هاجي النهارده. بص يا فاروق، اصل انا مش زي ناس اطلع اقول النهارده بالليل اقول انا اهلاوي وتاني يوم الصبح اصحى من النوم اقول انا زملكاوي. يعني انت كنت اهلاوي؟ لا انا في، انا اهلاوي وانا في الزمالك وبتفرج على ماتشات الاهلي. بس عايز اقول لك على حاجه، كل احترام والتقدير لنادي الزمالك، لان انا اتعلمت كوره. لا انا مالهاش دعوه، دي حاجه ودي ما حاجه، لكن انت كنت بتادي بشكل كويس وبتلعب مع النادي الاهلي، وكل الاحترام لنادي الزمالك لان انا اتعلمت كوره من الزمالك. كابتن ابو الدهب انا بشكرك حبيبي، نورت وشرفت حبيبي، يعني بشكرك على جرأتك دايما وصراحتك حبيبي المعهوده الحقيقه كابتن. يا الله اكبر عليك وعلى ثنائك النهارده على مودست. لا ما انا بقول لك انا مبسوط منه بصراحه. طيب ده كويس، بمرض الله. ما احنا قلنا لازم يكون عندنا مصداقيه. شوف بقى بكره في الماتش بتاعه هيلعب الاول ولا لا، ولو لعب لا الراجل هيديله. الراجل مصمم عليه، لان المفروض يا فاروق الفتره اللي جايه لازم تكتب تقرير، هل ان هو ممكن تفعل بند الشراء ولا مش هتفعله؟ فانت ايه؟ لا ما هو الراجل هل هيقعد تاني ولا مش هيقعد؟ يعني يجدد له قصدك مش شرط، لان هو اصلا راجل. ما انا بقول لك ما يعني. حلو يعني. شكرا كابتن ابو الدهب. حبيبي. طيب انا يعني بشكر كابتن ابو الدهب، وان شاء الله كده معاكم في حلقه جديده بكره بامر الله. تصبحوا على خير.